بقول يا لما دايما بقول لما حد يجي ويروح زي ما روحنا احنا النهارده كده بنها ونشوف المناظر اللي بنشوفها دلوقتي على التلفزيون المفزعه المرعبه دي، دايما اقول لو دول سياح وجم وبعدين راحوا الاهرام هيقولوا الله ازاي دول احسن دول. يعني فعلا شوفي العظمه في البناء المصري كانت ازاي، وشوفي حتى الرهيبه اللي حصلت دي في الخمسين سنه اللي فاتوا. ما ننساش ان كان عندنا على الكورنيش ابراج مش عارف مين، يعني احنا عارفين، وكانت بتتقال كلمه ابراج لانه بقى فيه فوضى والدوله انسحبت. مش بس هل الفوضى، ما يا استاذه فريده الفوضى ملهاش طرف واحد، ما الفوضى لازم يكون في طرف تاني يساعدها علشان يعني الناس ثابت الناس تب بالظبط. طب انا هسالك سؤال، ليه ما كانش في فوضى لغايه منتصف السبعينات؟ ليه كنا لما جينا نعمل مدينه مثلا عملنا مدينه نصر؟ يعني في كان في دولة مهتمة بالبلد زي الدولة دلوقتي، بس أعداد الناس كانت كمان أقل يا أستاذة فريدة بكتير بالمقارنة. أيوة احنا يعني الزحف السكاني ما كانش بياكل أي تنمية بهذا الشكل. ما هو ده موضوع برضو هنتكلم فيه، لأن احنا برضو لما الدولة راحت ونامت وشدت الغطاء عليها سابت الشاشات التلفزيون وموجات الإذاعة للناس اللي بقى يقول لك لا، يعني إيه تحديد ناس وتنظيم ناس، كل واحد بيجي ورزقه معاه، فانفلتنا. ومش عارفه يعني الحمد لله يعني ان احنا قادرين نحتفظ بكرامتنا. وخدي بالك ان الوقت ده اللي بدا يبقى فيه هجره لدول الخليج وخدنا من عندهم، يعني حتى الشخصيه المصريه اتغيرت. احنا عايزين نرجع تاني مع دخول يعني فكر الوهابي طبعا. وان شاء الله هنرجع. النهارده انا كنت متفائله جدا بكلام الدكتور مصطفى مدبولي، وكان بيتكلم بصدق وبصراحة وبفهم للموقف، وكمان بإحساس. يعني أول مرة تحسي من فترة طويلة جدا، أنا طبعا أنت لسه هتحسي قريب بالحاجات دي كلها لأنك لسه مولودة أول امبارح، أنا من زمان بقى. فأنا يعني حاسة لأول مرة بحد بيتكلم بصدق وفهم ورغبة يعني أمينة ومحترمة جدا وحب ورحمة للمصريين. شوفي كلامه عن الناس اللي ممكن تبقى ضللوها، يعني راح مثلا بنا وقالوا له هو هنا كويس، ده النيل اهو، النيل غرقوه بين لينا حوار أطول يا أستاذة فريدة على شاشتنا الأخرى. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذة فريدة الشباشي الكاتبة الصحفية كانت معنا عبر الهاتف.